صح. ايه تاني؟ صراحة شكرا كتير على النصائح، اسألي 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 تاني، تعالي. يعني تعالي دعم والله. الله يسعدك، الله يخليك، يومك سعيد. يعني مثلا وليكن عايزين نزيد، بنتكلم ان احنا عايزين ننام مبكرا ونستيقظ مبكرا، يبقى النوم مبكرا والاستيقاظ مبكرا هو احد الاسباب الرئيسية اللي ممكن يخلينا نزيد في الوزن. فالناس اللي ما بتنامش كويس زيادة الوزن بتبقى تقدر تقول تبقى صعبة بالنسبة له. فبنقول مثلا لو عايزين نزيد في الوزن ممنوع شرب لو عايزين نزيد في الوزن ممكن نشرب المية بعد الوجبة مباشرة عشان نزود من حجم الأوعية الدموية بتاعتنا. فلو زودنا من حجم الأوعية الدموية بتاعتنا هنساعد في زيادة الوزن. فنشرب مية، ممنوع شرب المية قبل الوجبة أو في وسط الوجبة، نشرب المية بعد الوجبة مباشرة لو احنا عايزين نزيد في الوزن. ممنوع أكل طبق السلطة قبل الوجبة مباشرة، طبق السلطة يكون في نهاية الوجبة بتاعتنا. نبدأ الوجبة بتاعتنا بالحاجات المغذيات الأساسية زي مثلا إيه، البروتينات. مع البروتينات بتاعتنا نتكلم على النشويات، النشويات زي الرز والمكرونة والعيش والبطاطا والبطاطس والحاجات دي، ومعاها جنبها البروتين بتاعنا وجنبها، يعني البروتين بقى يفضل طبعا لو احنا عايزين نزيد في الوزن قلنا البروتينات سهلة الهضم زي التونة أو الـ الأسماك البحرية أو مثلا سمك الماكريل. ممكن نقول برضو سمك القد يعتبر من ضمن الحاجات اللي ممكن تساعدنا إن احنا نزيد في الوزن. أيضا برضو محتاجين بدل ما بناكل وجبات مرة ولا مرتين في اليوم نقسمها مثلا من 3 لـ5 وجبات يوميا، زي ما قلنا ما نشربش المية قبل أو أثناء تناول الوجبة، فده هيخلينا نتناول كميات أقل من الطعام وبالتالي عدم زيادة الوزن.